يعني مش لدرجه نتوب قوي، يعني مش بالظبط. يعني حاسس كده بتاثير الوعظه، اكيد في حاجه عايزه تتغير جواك. انا حاسس بكده. هو يعني كان نفسي يعني يعني حابب شويه نعمل حاجه زي كده، بس واضح انك يعني غارز قوي يا يوسف. يعني الناس شايفاني مؤمن كويس، بس حلو يعني انا بس انت في عادي يعني بس انت في الكنيسه عارف تمثل الدور. انت محتاج تلغي التمثيليه دي من حياتك وتبقى إنسان حقيقي مع نفسك. أولا أنا محتاجك يا رب لتغيير كامل وشامل في حياتك. عايزك ما تخجلش تاني أبدا من أنك تبقى صح بينك وبين نفسك، وعايزك تكره فرق كبير قوي بين واحد مش عارف يرتاح واحد مش عايز يرتاح. بس تعالى في أمل، تعالى يسوع. تعالى إلي وسلم لي وحط حياتك بين إيدي، هيغفر لي خطايا ماضي ويضمن كل الحاضر فيه. قالوا البطل اللي عطل، لكن على ما بدأنا تبديل مخنا عمل لسه يفكر بين جبهة شمال ويمين. اللي عيبك انك تسأل تفهم تكبر تتغير وينهيك مرة، وقلت انا هفشل ما نجرب كده مرة تانية. يا جماعة نفهم زمن لك كتير فيه الكلام، يا جماعة نفهم المهم والأهم، يا جماعة نفهم. ازيك يا اخويا؟ اهلا يوسف، ازيك؟ الحمد لله كويس. خدت بالك من الخدمة اللي فاتت؟ كان في ناس مبسوطة بعد الخدمة وتابت وكده، صح ولا ايه؟ لا، الاجتماع كان جميل جدا النهارده. انت حسيت انك انت عايز تتوب وتتغير، ولا القصه كانت ازاي؟ يعني مش لدرجه نتوب قوي، يعني مش بالظبط يعني، بس يعني شبه كده يعني. فاهم؟ مش قوي يعني. مش فاهم يعني مش قوي برضو. انت في حاجه مش عايز تقولها؟ لا يعني مش لدرجه اني اتوب يعني وكده. بس ما دام جاي بتتكلم معايا برضو وحاسس كده بتأثير الوعظة، أكيد في حاجة عايزة تتغير جواك. أنا حاسس بكده. هو يعني شوية نقدر نقول كده يعني فعلا. بص، هو مع ربنا مفيش شوية، ففي يا إما واحد عايز يتوب يا إما واحد تايب ومتغير وعايش مع ربنا. فشوية دي أنا مش قادر أفهم قوي اللي جواك. هل أنت جواك حاجات أتقل شوية من اللي أنت عايز تقولها بس مش عايز تقول مثلا؟ مش للدرجة، بس يعني بحس شوية إن أنا مش طب انت قدام وعظه زي النهارده دي، حسيت لما شفت الناس بتتوب وبتتغير وبتبكي وحاجات كده، حسيت انك عايز تعمل ده كله ولا لا القصه مش يعني كان نفسي يعني يعني حابب شويه نعمل حاجه زي كده، بس برضو يعني مش للدرجه ان انا اتوب عن يعني كل حاجه. يعني في حاجات كتير. انت واضح انك يعني غارز قوي يا يوسف. يعني خليني اقول لك كده اللي انا حاسه، اكد لي صح ولا غلط. okay. انت عارف كويس قوي التوبه، بس انت مش عايز عشان في حاجات كتيره قوي في حياتك كبيره، او بمعنى صح انت بتعرف تعيش جو الروحيات والكلام ده، في نفس الوقت عارف تعيش بره برضو كويس. الكلام ده صح؟ انت بتمثل الحكايه شويه. مش كده برضو؟ يعني بدينا نوصل اهو. لا بدينا نوصل. بص، اولا بشكرك لاجل انك انت يعني ماشي معايا في القصه، بس عايزك تكون أوضح من كده، لأنه مفيش سكة للتوبة غير بالاعتراف الكامل. مش ليا طبعاً، بس يمكن أكون أنا بساعدك للسكة دي. فهل أنت فعلاً جواك بتمثل الروحيات في المؤتمرات والحاجات دي، وبره أنت دايس أو في الخطيئة؟ أقدر أقول يعني طب تمام، قول لي بقى يعني من الآخر. يعني إحنا القصة إحنا بينا، فقول لي من الآخر كده الموضوع شكله إزاي. يعني أنا في الاجتماع يعني الناس شايفاني مؤمن كويس، بس يعني أنا بره ساعات يعني بس انت ببقى عادي يعني. بس انت في الكنيسه عارف تمثل الدور ده كويس، يعني الناس مخدوعه فيك فعلا يعني. شويه عارف تظبط الحكايه هنا وهنا. مش حاجه حلوه ان انا اقول بس للاسف. حلو قوي، جميل الكلام ده. انا بشكرك لصراحتك، وعايز اقول لك انه طالما انت عارف تمثل الصوره دي، المشكله اللي هتبقى تعباك طول الوقت انها مجرد صوره وتمثيليه. انت عارف كويس قوي سكه ربنا، بس لسه ما عشتش فيها، فاللي انت عارفه محتاج انك تعيشه. الكتاب المقدس يقول لنا في ناس لهم صوره التقوى لكنهم منكرون قوتها. يعني ايه؟ يعني ليهم صوره حلوه قوي، بس ما فيش قوه جواهم للعيشه دي، مش عارفين يعيشوها صح، ومش قادرين ولا حابين يعيشوها صح. ف
فدي الحتة اللي أعتقد بتمثلك أنت يوسف. كل اللي إحنا محتاجينه إنك أنت تقرر إنك تعيش التقوى بشكل صحيح. أنت محتاج تلغي التمثيلية دي من حياتك وتبقى إنسان حقيقي مع نفسك أولاً. أنا مش عايزك تمثل على الناس إنك بقيت كويس، أنا عايزك بينك وبين نفسك تقرر إنك تبقى فعلاً بتعيش الحياة المظبوطة مع ربنا في الخفاء في الأول. الجذور هي اللي تتظبط، وبعدها هتلاقي نفسك ما عندكش الأزمة اللي أنت جاي تتكلم معايا فيها دلوقتي، فكرة إنه أنا تعبان من التمثيلية اللي أنا عايشها. فأنا عايزك تبتدي حياة حقيقية مع ربنا. خليني أقولك بكل صراحة، اللي شبهك كده بيبقى مش مؤمن بس أحياناً يخدع الناس، ودي أعتقد إنك عارفها جواك. عشان كده إحنا محتاجين توبة من البداية، محتاجين نعترف بأفواهنا وبقلوبنا إنه أنا محتاجك يا رب لتغيير كامل وشامل في حياتي كلها، فتخلقني خليقة جديدة. إزاي بقى؟ لما أجي أصلي صلاة توبة وتغيير وأتوب عن التمثيلية اللي كنت بعملها، وما يفرقش معايا بعد كده الناس بتقول إيه، لكن يفرق معايا قوي حياتي الحقيقية شكلها إيه قدام ربنا. فعايزك تقدم توبة حقيقية لربنا، عايزك ما تخجلش تاني أبداً من إنك تبقى صح بينك وبين نفسك، وعايزك تكره الخطية، وده مش بنفسك مش هتعرف تعمله، لكن ربنا بيديني قوة اللي هي قواتها اللي اتكلمنا عنها بتاعت التقوى. ربنا بيديني قوة علشان أرفض الخطية. إن حرركم الإبن اللي هو المسيح فبالحقيقة تكونون أحرارا. عايز تتفك من القيود، أنت لازم تعترف بحالتك زي ما قلت لي دلوقت بس لربنا، وتقول يا رب خلاص أنا بتفك بقى وعايز أبقى حقيقي معك. الكلام ده مقنع بالنسبة لك ولا؟ آه مقنع. كويس، وفعلا أنا هعمل كده. حلو قوي، وأحب أسمع منك بعد كده إيه اللي حصل. تمام، شكرا يوسف. يا جماعة نفهم زمن لك كتير فيه الكلام، يا جماعة نفهم المهم. فرق كبير قوي بين واحد مش عارف يرتاح واحد مش عايز يرتاح. اللي مش عايز يرتاح هو قراره كده انه مش عايز يرتاح، لكن النهارده كلامي لكل شخص تعبان وهو بعيد عن ربنا ومش عارف يرتاح. مرنم النهارده بيقول لك عارفك مش قادر ترتاح وشايف قلبك كله جراح، عمرك في طريق مظلم راح، بس تعالى في امل، تعالى يسوع عنده الافضل. عارفك مش قادر ترتاح شايف قلبك كله جراح، عارفك مش قادر ترتاح شايف قلبك كله جراح، عمرك في طريق مظلم راح، تعالى يسوع عنده الأفراح، تعالى يسوع عنده الأفراح. تعالى إليه وسلم لي وحط حياتك بين إيدي، هيغفر لي خطايا ماضي ويضمن كل الحاضر فيه، وهتفضل عايش تعبان طول ما عينيك على الإنسان، وهتفضل عايش تعبان طول ما عينيك على الإنسان. ليه فكرك شارد حيران؟ ده يسوع يملى الفكر طمان، ده يسوع يملى الفكر طمان. تعال إلي وسلم لي وحط حياتك بين إيدي، هيغفر لي خطايا ماضيك ويضمن كل الحاضر فيه. يا جماعة نفهم زمن لك كتير فيه الكلام، يا جماعة نفهم